خوتي وخواتاتي متابعي احلى الصيد، كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا في حلقه جديده، الرجوع الى مقبره الصيادين، اخطر مصيد في مدينه اكادير. رمال علوات خطيره، شحال من رايس فقد الحياه ديالو في هذا المصيد هذا. عندنا الطريق اللي خايب بزاف، هذا المصيد هذا معروف بالعلوات ديالو، شحال من واحد كيصيد على زي شحال من واحد كيحيد بوزرو كيحيد صبع الخادم، فقد الحياه ديالو في هذا المصيد هذا، في هذه العلوات الخطيره. كيتمشى جنب دوك العلوات كيتردم عليه، ولا ملي كطيح ملي كطيح الماء ما كايناش حتى شي طريقه اللي غادي تطلع بها، لان مكان جد 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 خطير. غادي ندخلوا ليه ان شاء الله غادي نصيدوا فيه عليك مولانا. الدلافين والقروش حتى هما غادي يكونوا في هذه العلوات هذو، حيت فيهم الفوندو شويه وفيهم الولد ديال البوري كابيلا، الحوت اللي تتغدى عليه الهش، الحوت الغليظ عليك مولانا. غادي ندخلوا ان شاء الله من هنايا. هذه هي الدخله طوال، كاينه نكوت بانوراميه بحال شي صحراء. ملي كتسالي هذا الرمل عاد ديك الساعه كيبانوا العلوات. هذا هو الدوزان ديالنا، غادي نخليو الطوموبيل هنايا وغادي نضربوها ابي على الجنه. ما كاين حتى شي طريق اللي غادي ندوزو ليها بالطوموبيل. برك شي فور مخلوعه، راه القرص ما كاين، لا قرص ما كاين، لا دي فينا والو. كاين القرص هنا، شفنا القرص هنا في الصباح بانوا ليا جوج قروس هادنا. هو ماشي قرص هذاك اصاحبي، ها خشين هذاك، ها صاحبي القرص هذاك، ها هو كان هذاك تجري على الحوت اصاحبي. هذا راه الى لقاك غيقسمك على اربعه. هذا الله يزهر، الشيفور ديالنا قال لنا الدراري الزوب في السيف غير ينزل يصيدو. والله قالي عامر في الصوت الله حتى نديري فيه. قال لك معاذ غيديري ديك في القرص. هذا الراس قال لك لا صافي، هو معاه بانوا ليه ديك دوك تاع رابوي البحر. ذاك الروكا هذوك راه واعرين، دين فيلا البحر اصاحبي، دين فيلا صاحبي. هذوك هذوك راه قسموك على اربعه. شفنا الدلافين وما حبت تخلع. ودا ودا الرايس، زعما الرايس ما توزع. انت ما مخلعش، انت انت واعر، انت ما مخلعش. انا عندي فردي شاد الطريق المسقط، الله يسخر الله يجيب الخير. واو، من بعد نقاش طوال ما بين الدراري عاوصلو هنايا، مبغاش ينزل. قالينا نرجعو باش نقلبو على مصيد اخر. فعلا هذا المصيد خطير، ولكن اش غدير، العواش هادي الوقت بغات الحوت. ايوا ندخلو ان شاء الله نترزقو، الله يجيب الخير. لا اله الا الله محمد رسول الله. تمارة قبل ما نوصلو للبحر مسكينة، انا نضربو تمارة، انا مبوربي. شو شحال ديال الطريق غنضربو على جلينا. انت فين غادي يا اطلع للفوق. الطريق راه واعر، الطريق عليه خاصك هداك شرايس، هداك شي داش عندك شي واحد. اش هو هاد الدير الرايت؟ اش هو هاد الدير غيمشيو ليك الماتريال؟ Hayır,
الدراري ديال سولي كومبين هنايا طلعوا من هنا ان شاء الله ليه مولانا ماسا تاع محمد ماسي تبارك الله عليك عافو دراري باقي خاصنا نزيدو في الوزن شويه ولكن هاني دراسي نشوف الكاين ها واخا عافو ولكن ها اللهم بارك اللهم بارك الرئيس قول اللهم بارك الرئيس محمد هو الرئيس محمد اللهم بارك خاصك الاحساس الصحراوي شنو خصها الاحساس الصحراوي يا عندك ما داكشي بعد فين هو الغار شوف واحد ما عاد دخل مع واحد صاحبي ها اش داكشي شوف فيا ايوا التراب الحياه اللي بالريه شوف التراب ديالك ايوا كلها كريش قال لك كريش كيعطيه السفل سوف اخويا عطيت فيها شوف هذا الغار شوف هذا الغار الاخوان والغار ديال الدبدوبه يا مسكين احنا دابا لابسين حوايجنا قدينا المسائل هو الرئيس الحسين قد المسائل ديالو اتوكل على الله الرويس لا جبتي سير واجي بسمينا ان شاء الله هكا مولانا نعمل شي زريقه
الغدا شنو غيان يعني. في تينيسية في الدئب على تبارك الله تبارك الله على السي معاشد لحد الغليظ هلا غادي سفلة ديك تما غادي غلي ديك سفلة غلي ديك سفلة الله سبحان اللهم بارك شنو غلاي هذاك انت محمد اللهم بارك كان هذا اسمه هذا بالك فرنسيو سي زوين في الرملة بزاف ولكن في الرملة وشو كيف الشقوق الزيرو خاص العمارة يعمرو خاص العمارة واه الصينيين الاخوان سمو زوين واحد السيبيا جوج قريب حاد اللهم بارك ومعنا والو في هاد الدنيا خاي ديالي صافي لينا هذا ناكلو اخاي ديالي هي اخاي ديالي دابا ولا هذا الكبير كاع اخاي ديالي والوالد اخاي ديالي اش غتاكل الوالد دي لي هاد الكيلو ديال اللحم اخاي ديالي واه اللحم راه عيل كبير هذا اخاي ديالي هذا العموم من الصباح اخاي ديالي ان شاء الله ما صورنا والو اخاي ديالي والله جعل البركه ها الشغل كبير شويه الكبير شويه الكبير اش من كبير حتى حتى تستلينا دما مشي هكاك الرئيس ديالي والرئيس والرئيس الحسين من الفوق الحسين ايه فيها الضربة ايه ديك السي محمد ايه ديك راني اصحى الرئيس بريش هكا بريش كنت يستطيع مزين هاك سيكوا تخلوه يستطيع مزين هاك طلع الحوت طلع الحوت شوي بهذا واحد شويه شوي بهذا هكا بالعشاء شوي نخمروا عليه نخمروا عليه اللي نخلصوه كاع سي سي شو شوي سي شو شوي سي تصور بس محمد تصور الرئيس محمد صح الرئيس بنيقوش شويه قدها قدها محمد قدها زيانه زيانه شيء كي صار حتى اللهم بارك الشوايه يا اليوم الحكي فريش اللهم بارك الحكي فريش مرحبا بكم الاخوان مرحبا بكم كاملين انا عارض عليكم صافي سمراتني ديالنا ضربتني كما زعما حنا ديال الطاجين واه خليتي فيها السنسور يا وليد الرئيس كنعيشو تنتو جوف على الراس فيه البنا الراس هو اللي بني في الحيط دخلنا نصيدو غير على ود الدار الوحده دخلت صيد ضربت الفندق غير الباص كاع على ود تمودي 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 الزبده والله العظيم الا زبيده بالله شوف لها شي حويجه زوينه بحال هادي فري من الماء ديريكت الشوايه من الحمار للطياره الكوزيني ديالنا الله كوزيني يلا تجو يلا تبارك طلع عليك السي محمد طلع على السي بريش طلع على خويا دير مع هذيك السي بي هذيك السي بي زوينه اش هو جدا خاني خسلت عليه اليوم قال لك محمد ما بغاش يشد حيت خايف ليش اليوم ما رجعش هو ما رجعش حتى هنا كيشد مش كدريه مش كدريه عندك الحق